في بعض حفلات الأعراس يقوم الرجال بعمل العرضة والضرب بالدف، فهل هذا من المنكر الذي يلزم من حضر أن ينكره أو يغادر الحفل؟ إيه نعم، هذا ما ورد، إنما الذي ورد أن الرسول أذن للنساء خاصة بضرب الدف في محيط النساء ولا تظهر أصواتهم بل فيما بينهن، هذا الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرجال فلم يرد أنهم يضربون دف في الزواج، هذا ما ورد. نعم.